السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلب ادم؟ عامل ايه؟ طبعا انا عارف ان احنا بقالنا كتير ما بننزلش فيديوهات، بس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كل يوم على الساعة 8 9 كده نصور فيديو ونسيبه يحمل ونخش ننام، نصحى ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام ان شاء الله باذن الله. انا نرجع يعني ان شاء الله باذن الله بحمام جميل جدا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب شوية نوتي للديكورة دي وهنظبط الدنيا وهنوريكم احنا عملنا ايه وجدتنا ازاي. تمام، اول حاجه الدكر البواز شلناه من هنا، القص دول الدكر الدكر ده اسمه ده عجز. تمام، هنا البيضة عمل ايه؟ ماشي، بصوا هنا ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، طلع عشائي معرفش ازاي، بس انا اعمل حاجه حلوه. واحد صاحبي قال لي عليها، هجيب النتايه دي واديها للدكر ده واجيب لي الدكر الامر ده نتايه. واحد صاحبي حبيبي طبعا قال لي على الفكره دي، ودي الفكره دي دخلت دماغي الصراحه. تمام، انتوا يا وش المصايب، انا طبعا مش عادد له الايام فاهمين، فمش عايز اقشر له. اطلع يلا يا حبيبي اطلع، بس هو باين عليه المفروض ميعاده النهارده اصلا اهو. اما حاجة وانت بتفتح البتاعة دي تخلي بالك، انا بس عشان بصور بيدي وبعمل بيت فايه مش متملك اهو. دوبك بس فتحنا له ياخد ايه نفسه كده. انتوا طبعا متابعين خطوة بخطوة اهو. صور بالليل التانية، انا خايف البيضة تقع اصلا مني. مشكلة في حاجة ان انا مش عديد له ايام اصلا فاهميني، بس هو اكتمل اهو. خلاص كده معلم، تطلع انت بقى ايه بمزاجك. تمام يلا يا حاجة، استهدي بالله استهدي بالله، ابنك مش حد غريب، دول عايزين نفرخ منهم ان شاء الله. فرحنا منهم اهو دكرين، وهنجيب لهم نتايتين. مين انتوا؟ انتوا عاملين ايه هنا؟ تعرفوا ان انا من ساعة ما فقسوا ما بصتش اصلا. ادي الحمد لله واحد اهو، واحد منهم الله اكبر. ايه ده التاني حجمه كبير قوي، سبحان الله. ايه ده، استغفر الله العظيم يا رب، هو ده كوش كده ولا ايه ده؟ ايه ده التاني بلية، التاني بلية بجد، هو هيكون مش ابنهم اللي انت فايز بعد كام يوم يا يا راجل؟ ايه كل ده، انا فكرتك مش ابنهم، الله فكرتك سارقينك من عند حد تاني. استنوا نجيب الصب ده ونشوف الشقة باظ بقالي كتير مبصتش عليه، عشان ايه كنا شغالين بقى وايه مش فاضيين لهم. انت عملتوا ايه بقى؟ فرجونا يا جدع يا جدع، والله ما نحسدكم. الله اكبر الله اكبر. اه التاني، انتوا البتين دول اكيد باظوا، متعرفيش انت تحضني يا وليه. اخ ده الكبس مش باظت، بصوا البدا مات كبس، البيضة حجرت. بص هيروحوا ياكلوا البيضة بكله.
الولد الايه قالوا كله يعني سابوش حته. بص بقى السبب ان احنا ما عدناش، ان شاء الله هنعد الايام بتاعتهم. انا سوينا شربات القص دول، سوينا الشربات بتاعتهم والعسل ده. تعالى يا انت، انا هعملك يعني بص ابروزك هنا كده في القفص ده، مش هشيلك، هحطك في القفص ده كده زي برواز. فرجنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بحب الحمام الشعلباز قوي، كان نفسي يبقى عندي اصلا شعلبازيات الصراحه، الجمال ده. بس كان نايس البورنيت والله، كان هيبقى اجمل من كده بكتير. خش يلا يلا خش في البياضه بتاعتك. عارف يعني ايه البياضه انت؟ طبعا اهو، طبعا ابويا حط لهم بياضه كمان. ابويا طبعا اللي من دول مهتم بيهم، انا مش مهتم بيهم خالص. بربع جنيه يعني العينين دول فاضيين. وانا الكركان دي، بص بقى هنا معانا دكر بواز، عايزين نجيب له نتايه اهو. وهنا معانا الدكر البلدي ده، ابن كركان دوبك الثاني يعني طلع شقي. معانا الدكر الاسترالي ده، ولا ما نعرفوش ده، ولا برضك ما نعرفوش. كوش كده ما نعرفوش دكر ولا انت دكر ده ايه ده؟ ده انت ده ايه ده؟ ماشي ماشي، يبقى انا ما خدتش بالي. يبقى ده الدكر الايه اللي هنديله ايه النتايه دي، تمام. والدكر ده هنجيب له نتايه، يا اما نديله النتايه دي استنى تكبر ونديله. والدكرين دول هنجيب لهم نتايتين. دكر ده بابه هنا اللي بدل البيبان، مش هتفرق عامة، أهم حاجة يبصوا الاتنين زي في ما شاء الله. بصوا دكرين، ده دكر وده انتاية. تمام تمام بس كده ان شاء الله باذن الله. كل يوم فيديو. فيديو النهارده عملنا لكم عن متابعه السلاكه، ونخليه مثلا ايه البيض اتكبس او اي حاجه، اي فيديو خلاص، او بس ايه الشبكه دي وسعت فهنبيعها ان شاء الله، وسعت بتطلع حمام فهنبيعها، الشبكه تعبانه اصلا. يلا يا جدعان، دي كنهاية الفيديو. لو وصلتوا لغاية المسج تحطوا اللايك والاشتراك في القناة، وسلام.